اتفضلي يا دكتوره شيرين. هو طبعا انا اتكلمت وكتبت عن الموضوع ده قبل كده، يعني الموضوع له شقين. حضرتك قلت ان مدير مجزر المنيب منع المراسلين ان هم يصوروا. هو في فعلا تصريحات من المحافظات جميعا لكل المجازر ان ما يتمش تصوير حتى الحملات بتاعه التفتيش اللي بنطلعها الا باذن من المحافظه. ليه؟ لان هو ده بقى اجابه السؤال اللي حضرتك سالته. عمر المحافظه ما ادت اذن ومش هتدي اذن مؤخرا؟ ليه؟ لان هم عارفين ان في جوه بلاوي سوداء. احنا ما عندناش مجازر. انا بقولها بمنتهى الصراحه وبالفم المليان. مش بتكلم عن مجزر المنيب، مصر كلها تقريبا المجازر الحكوميه متهالكه، وضعها مزري، بيساءل فيها دايما الطبيب البيطري ومدير المجزر. لسه من فتره بسيطه مدير مجزر احيل للتحقيق بسبب ان المجاري ضربت في المجزر. هو ذنبه ايه؟ الطب البيطري للاسف لا يشرف على المجازر الا فنيا فقط. يعني دوري انا كدكتور بيطري لابس البلطو، بتعرض لمضايقات الجزارين، بتعرض لكزلك في جنبي لو انا قلت الكبدايه دي تعدم، اللحمه دي تعدم، الذبيحه كلها تعدم لما باجي امارس صلاحيات عملي. ممكن يعني يرضخ لتهديداتهم فيوافق على شيء غير صالح للاستهلاك، ولا يرضخ ويقتل. واحنا عندنا زميل في اسيوط قتل على باب منزله بسبب انه رفض الصبح ذبيحه مريضه. راحوا له بالليل معاهم خروف على انه يكشف عليه، وقالوا له الذبيحه بتاعت الصبح ماتت. قال لهم انا عشان كده رفضت انها تدخل. قالوا له وانت هتحصلها؟ دفعت الي اتفرغت في صدره قدام عياله. مفيش تامين في المجازر، تامين شرطي مش موجود. انا كدكتور ببقى مشرف فقط فنيا على المذبوحات واللحوم، لا اسال عن البنيه التحتيه المتهالكه في المجزر، لا اسال عن هذه المشاهد اللي حضرتك شفتها، لا اسال عن صرف صحي، لا اسال عن ده كله. ومع ذلك الطب البيطري للاسف شايل طين الكلام ده كله، والمحافظات ادعى في المايه البارده على طول. لما بيحصل ازمه في اي مجزر بيشيلها مدير المديريه ومدير الطب البيطري. مجزر اسوان حضرتك؟ ايوه. ده شكل مجزر علمي او بالمواصفات الفنيه؟ ما هو ده بيؤكد كلامي يا فندم. والطبيب مطلوب منه في ظل هذه الصور اللي حضرتك شايفها وتلك البيئه انه يمارس عمله بدون بنيه تحتيه، بدون تامين، بدون صلاحيات. ما يملكش صلاحيات، هو يحاسب فقط. دي مسؤوليه المحافظه، مسؤوليه المحليات، مسؤوليه مين؟ مسؤوليه المحافظه والمحليات، لان المجازر اداريا تابعه للمحليات والمحافظه. ودي المشكله الخطيره اللي بنتكلم عنها. ده مجزر برضو في اسوان برضو. ده اللي بنتكلم عنه يا استاذ محمد. تبعيه الطب البيطري لمليون جهه مخليه. والنبي يعني اهل اسوان ياكلوا لحمه بتتذبح. انهي لحمه صالحه تاخدها من مجزر زي ده؟ سيد محافظ اسوان صح النوم، ده مجزرك الالي اللي بيتذبح فيه الاضاحي واللحوم عشان العيد يا سياده المحافظ. محافظ اسوان صحي النوم ويقوم بمسؤوليته دون المساس بالطبيب البيطري اللي هناك. الطبيب البيطري شايل الطين والهم في هذا، في هذه البيئه اللي حضرتك شايفها. دي صور نازل، ده لحى بره السلخانه ولا ده ايه؟ ده بره المجزر صح؟ المفروض ان الاختام دي على حسب دي معلش اختام دي بطش، احنا بنسميها دي بره المجزر. ايه بطش حمراء المفروض يعني دي بره المجزر. طيب التعامل معاه يكون ازاي؟ ازاي مواطن يعني؟ طيب اروح للاستاذ.